أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في درس جديد على قناة Private Math Lessons. Today إن شاء الله we are going to take lesson 5 which is entitled Parallelism. الدرس بتاعنا النهاردة من الدروس المهمة جدا، درس غاية في الأهمية. معظم المسائل اللي هجيلك السنة دي والسنة الجاية لازم تلاقي فيها Parallel Lines، فهنشوف في الدرس بتاعنا النهاردة إزاي نتعامل مع Parallel Lines وبستفيد منهم في إيه. طيب تعالوا نبدأ مع بعضينا الدرس بتاعنا بالرسمة المشهورة بتاعت الليسون. انت هنا شايف two straight lines، A B straight line و C D straight line، وعندي line تاني كده قطعهم. اللاين اللي بيقطعهم ده بنسميه transversal. هنشوف دلوقتي، هنشوف هنا relation between pairs of angles formed from two parallel straight lines and a transversal to them. ادي البارالل لاينز اللي هم اي بي وسي دي، وادي الترانسفيرسال، ادي اي بي ستريت لاين، الشرطتين المايلين دول يعني بارالل، وسي دي ستريت لاين، والاي اف ستريت لاين از ا ترانسفيرسال. خد بالك قوي من المنظر ده، المنظر ده هينتج منه ثلاث انواع من الانجلز. هينتج عندي نوع اسمه الترنيت انجلز، ونوع تاني اسمه corresponding angles، ونوع تاني اسمه interior A angles. الدرس بتاع البراليزم بوجه عام انا بستفيد منه في ايجاد الميسنج انجلز، يعني هتلاقي دايما في الدرس ده angles missing، زوايا مفقودة وانت مطلوب منك تجيبها، بتستغل البارالل في ايجاد هذه الزوايا الميسنج، وعن طريق العلاقات ما بين الانجلز دي وبعضها الالترنيت والكورسبوندنج والانتيريور بتقدر تنقل المعلومه من على لاين لللاين الايه؟ لللاين التاني. تعالوا نشوف مع بعضنا الدرس ده ان ديتيلز هنمشي فيه ازاي. اول حاجه هنشوفها البيرز اوف الترنيت انجلز. كلمه الترنيت يعني متبادلين، يعني ادي هو لاين وادي لاين بارلل لي. عرفت منين ان هو بارلل؟ عشان ايه؟ في الايرو ده، الايرو ده يعني الاثنين دول بارلل. بص الانجل دي كده والانجل دي، ايه وضعهم بالنسبه للترانسفيرسال؟ متبادلين، الترنيت. طيب دول مالهم؟ دول ايكوال، يعني الانجل دي كده ايكوال لمين؟ للانجل دي. اوكي، طيب هل في تاني اتنين الترنيت غير دول؟ اللي على الناحيه الثانيه، يعني دي كده ودي ايه؟ ودي كده، الانجل دي والانجل دي. يبقى اول حاجه عايزك تعرفها ان انت لو عندك تو بارلل لاينز، الانجل دي هتيكوال الانجل دي. ليه؟ they are alternate angles with respect to the transversal EF. ايه تاني؟ الانجل دي بتيكوال الانجل دي. ليه؟ they are alternate angles with respect to the transversal EF. بيجوا كتير الالترنيت انجلز، تقريبا اكتر الانجلز اللي بتيجي، يعني هتشوفهم كتير جدا في مسائل البارلل. اوكي، اعرف وضعهم علشان ما تتلخبطش، دي ايكوال دي ودي ايكوال دي. خد بالك دايما بتلاقيهم الاثنين جوه، يعني دي ودي الاثنين جوه، ادي اللاين وادي اللاين، الاثنين بيبقوا ان بتوين الايه؟ الخطين دول. اوكي، طيب تعال نشوف اللي بعد كده اللي هم البيرز اوف كورسبوندنج انجلز. كورسبوندنج انجلز ممكن يجوا عندك في فور بوزيشنز، اربع مواضع. احنا شفنا من شويه الالترنيت كان هم بس موضوعين. طيب تعال نشوف كلمه كورسبوندنج يعني ايه. كلمه كورسبوندنج يعني متناظر، يعني قاعد في نفس المكان اللي قدامي. يعني تعالى مثلا نشوف الانجل دي، الانجل دي كده اهي، فين الكورسبوندنج بتاعها على اللاين التاني؟ الكورسبوندنج بتاعها اهي. اوكي، يعني ايه الكلام ده؟ يعني الانجل دي والانجل دي الاثنين ايكوال. ليه الاثنين ايكوال؟ لان الاثنين ار كورسبوندنج انجلز. اوكي، تلاحظ الاتي، وضعها هنا زي وضعها هنا، هي على اللاين ده واللاين ده الاثنين في نفس المكان، يعني الاثنين كورسبوندنج لبعض. طب تعال نشوف مين تاني، اختها اللي جنبها دي، الانجل دي، مين اختها فوق؟ اختها الكورسبوندنج بتاعها اهو. يبقى الاثنين دول مالهم؟ الاثنين دول ايكوال. اوكي، طيب بالتبعيه هتلاحظ ان انت عندك اثنين كمان اللي هم اللي تحت، يعني اللي تحت دي كده هتيكوال مين؟ هتيكوال اللي تحت دي كده، واللي تحت دي كده هتيكوال مين؟ هتيكوال ايه؟ هتيكوال دي كده. اوكي، دول اسمهم كورسبوندنج انجلز. مالهم دول؟ دول ايكوال.
يبقى انا عندي الالترنت انجلز ايكوال والكورسبوندنج انجلز ار اولسو ايه ايكوال. تلاحظ هنا بقى الاتي، هنا لا هنا مش لازم يكونوا جوه، هنا بتلاقي واحده ممكن تلاقي واحده فوق وواحده جوه. في الالترنت كانوا الاثنين ايه محصورين بتوين التو لاينز دول، يعني هنا واحده جوه وواحده بره، هنا واحده جوه واحده ايه بره، دايما الكورسبوندنج واحده جوه وواحده ايه وواحده بره. طيب ثالث نوع عندي اللي هم البيرز اوف انتيريور انجلز اون ذا سيم سايد اوف ذا ترانسفيرسال. دي غريبه شويه، التو انجلز دول ما بيكونوش ايكوال، التو انجلز دول بيبقوا سبلمنتري، يعني الاثنين الصم بتاعهم از 180 ديجريز. بنجيبهم ازاي؟ ادي الترانسفيرسال اهو، بتلاقي دي كده واللي معاها في نفس الناحيه، هقول ايه اون ذا سيم سايد اوف ذا ترانسفيرسال، على نفس الجانب من الترانسفيرسال، مالهم الاثنين دول 180 يعني مش ايكوال، خد بالك دول مش ايكوال. طب هنا في اتنين تانيين اللي هم ممكن هنا وايه وهنا، مالهم الاثنين دول؟ الاثنين دول اسمهم ايه انتيريور انجلز، مالهم الاثنين دول سبلمنتري، يعني الصم بتاعهم 100 ايه 180. طيب بسرعه كده هنقول الحته دي تاني، هو كده يعتبر ده شرح الليسون، يعني الليسون عباره عن الرسمه دي وتفهم وضعيه الانجلز اللي هتكون موجوده. عندي ثلاث انواع من الايه من البير اوف انجلز، اولهم الالترنيت انجلز، الالترنيت انجلز اللي هم دول هتلاقي واحده هنا والتانية ايه متبادله معاها عكسها الناحيه الثانيه، هتلاقي واحده هنا والتانية ايه عكسها، بتيجي في موضوعين بس وبيكون التو انجلز ان بتوين التو لاينز. طيب نيجي بعد كده للكورسبوندنج، بتيجي في اربع وضعيات فور بوزيشنز، بتلاقي واحده جوه وواحده بره، واحده جوه وواحده بره، والاثنين في نفس المكان، يعني على اللاين ده هي في الحته دي، يبقى هتلاقي على اللاين الثاني في نفس الايه في نفس المكان. طيب ثالث نوع طبعا ده بردك سهل، بتلاقي التو انجلز على نفس الجهه من الترانسفيرسال وبيكونوا بردك ايه الاثنين ان بتوين التو لاينز، وبيكونوا هما الاثنين سبلمنتري بتيكوال 180. ملخص سريع كده الحاجات اللي احنا قلناها من شويه، اف تو بارالل ستريت لاينز ار كات باي ترانسفيرسال زين، الحاجات دي مهمه عشان الكومبليت. Each two alternate angles are equal in measure. Each two corresponding angles are equal in measure. Each two interior angles in the same side of the transversal مالهم are supplementary. تعالوا ناخد مجموعة examples ونشوف الدرس هنحل عليه ازاي. طبعا الدرس يعتبر سهل، يعني الدرس ده هو مهم بس سهل مش صعب يعني. طيب example 1 بيقول لي ايه؟ بيقول لي each of the following figures find the measure of the angle which is marked by question mark giving reason. فيجر 1 زي ما انت شايف في عندي تو بارلل لاينز اي بي وسي دي، عرفت منين؟ عرفت من الايرو ده والايرو ده، الايرو ده والايرو ده بيقول ايه؟ ان اللاين ده بارلل لمين؟ لده. تلاحظ الاتي، الانجل دي مين اختها من الانجلز اللي احنا خدناهم من شويه، الانجل دي والانجل دي، مالهم الاثنين دول؟ الاثنين دول الترنيت انجلز، وبالتالي يبقى الانجل دي هتيكوال كام؟ هتيكوال معاك 80 degrees. ليه؟ because they are alternate angles. طيب هنا تعال نشوف الانجل دي، الانجل دي مين اختها هنا فوق؟ الانجل دي كده المفروض الانجل دي اختها، ليه؟ لان الاثنين دول corresponding. طيب انا عندي دي؟ لا مش عندي، بس ممكن اجيبها، اجيبها ازاي؟ ان الانجل دي كلها ستريت، كل دي 180، يبقى 180 اشيل منها 60 يديني ايه؟ يديني 120 degrees، يبقى دي 120. طب والاثنين دول كورسبوندنج، يبقى ممكن اقدر انقل الانفورميشن من هنا لايه؟ لهنا، يبقى دي 120 ودي برضو 120 تمام؟ يبقى دي كده 120 ديجريز، ليه؟ دي كورسبوندنج مع دي. طيب تعالى نشوف دي، انا عايز دي، تلاحظ هنا الاتي، تلاحظ عندك ان الاي اي بارلل لمين؟ للبي سي، ليه؟ في ايرو وفي ايرو. طب وده بارلل ده، ليه؟ عندي دبل ايرو ودبل ايرو، نفس السيمبل ونفس السيمبل. طب اعمل ايه؟ الانجل دي ابتدي انقلها، اشوف مين اختها واقول ان اختها دي ايكوال ايه؟ نفس الانجل دي. طيب ده بارلل ده، ده ترانسفيرسال، يبقى الانجل دي والانجل دي الاثنين دول مالهم؟ الاثنين دول الترنيت انجلز، وقلت لك انا الالترنيت هتتكرر معاك كتير، يبقى دي كام؟ يبقى دي 70. طيب تعالى بقى نتنقل للتو لاينز دول، ده وده، وده الترانسفيرسال في هذه الحاله. طيب الانجل دي ايه وضعها مع الانجل دي؟ الاثنين دول جوه وون ذا سيم سايد اوف ذا ترانسفيرسال بي سي، يبقى الاثنين دول مع بعضيهم مالهم 100 ايه
80 degrees. يبقى دي كام؟ يبقى 180 minus 70 يبقى دي عندي 110. طيب اللي بعد كده example 2 بيقول لي in the opposite figure الشكل اللي انت شايفه ده ال AE parallel mean CB وبيقول لي measure of angle DAE 70 وميديني ده 50 بيقول لي find the given reason. اول حاجة عندي عايز measure of angle EAB EAB عايزين دي. طيب دي اجيبها ازاي؟ لما تيجي تبص انت عندك line parallel another line وده عندي transversal. طب دي مين اختها؟ اختها الانجل بي. الاثنين دول مالهم؟ الاثنين دول alternate. طيب انا عندي هنقول since الAE ray parallel BC straight line لازم احدد الترانسفيرسال and الAB line segment is a transversal. تمام. Then the measure of angle EAB ده هي equal the measure of angle ABC هي equal 50 degrees و between brackets نكتب السبب اللي هو ايه؟ alternate angles. اوكي طيب يبقى انا جبت دي كده يبقى دي كده عندي ايه؟ دي عندي 50 ايه؟ 50 degrees. طيب هو عايز بعد كده ال measure of angle C. عايز ال angle C دي برضك تاخد بالك انت عندك ال line ده parallel ده بس المرة دي بقى ده transversal. وضع ال angle دي مين اختها هنا؟ ال angle اللي هي ال 70. الاثنين دول مالهم؟ الاثنين دول corresponding. هنا هنقول since ال AE ray parallel BC line segment and مين الترانسفيرسال المرة دي؟ ال AC او ال C او ال CD ray and the CD ray is a transversal. يبقى then the measure of angle C هي equal the measure of angle D A E equal كام 70 degrees ليه؟ حط الريزون corresponding angles. تمام يبقى انا جبت دي كمان كام؟ يبقى دي عندي 70 degrees. اخر حاجة عايزها عايز the measure of angle E A C E A C عايز كل دي عشان اجيب كل دي لازم اجيب دي الاول. طب دي عباره عن ايه؟ دي اجيبها دي الانجل الايه اللي باقيه في الترينجل والترينجل كل الانتيريور بتوعه كام؟ 180. يبقى الميجر اوف انجل ايه ده هيكوال كام؟ 180 ماينس الايه ال 50 بلس الايه ال 70 اللي هي هتيكوال كام؟ 6 ديجريز. يبقى زين الميجر اوف انجل اي اي سي هتيكوال كام؟ هتيكوال دي بلس دي اللي هي ال 60 بلس الايه ال 50 which is 100 and a and 10. طيب تعالوا نشوف مع بعضينا how to prove that two straight lines are parallel. يعني ايه اللي هيحصل بقى هنا؟ ده الايه؟ ده الانفيرس بتاع الليسون. يعني بدل ما يجيب لك اللاينز يقول لك ان هم parallel وتجيب انت الانجلز، لا هيجيب لك الانجلز ايكوال في البوزيشنز بتاعت الايه؟ بتاعت البارلل. فانت هتقول ايه؟ هتقول since ان التو انجلز دول ار ايكوال اند زي ار كذا، يا اما الترنيت يا اما كورسبوندنج يا اما انتيريور، وبالتالي بعد كده تبروف الايه ان التو لاينز ار بارلل. طيب يعني بيقول لك دلوقتي ان التو لاينز هيبقوا بارلل لو الفولوينج كيسز از ساتسفايد، لو اتحقق الوضعيه دي من الايه؟ من الانجلز اللي هي الانجلز انت واخدها من شويه. طيب تعال نشوف هنا مع بعضينا هنا كده. انا عندي هو خد بالك هنا بقى مش راسم لك الايرو، يعني مش موضح لك ان الاي بي بارلل سي دي، ولكن مديك تو انجلز هنا الترنيت وايكوال. يبقى سنس ان الانجل دي ايكوال الانجل دي اند زي ار الترنيت ويز ريسبكت تو ذا ترانسفيرسال اي اف، يبقى زين اي بي از بارلل تو سي دي. كذلك هنا مديك تو انجلز الاثنين دول كورسبوندنج، وضعيه الكورسبوندنج والاثنين ايكوال وده ترانسفيرسال، يبقى واضح ان هنا هيبقى ده بارلل ده. كذلك هنا مديك التو انجلز دول الاثنين دول مالهم؟ انتيريور وان ذا سيم سايد اوف ذا ترانسفيرسال، يبقى بالتالي اللاين اي بي بارلل لللاين اي سي دي. ده العكس بقى بتاع الايه؟
بتاع الجزء الاول في الليسون. طب تعال نشوف اكزامبل 3. بيقول لي ان ايتش اوف ذا فولوينج شو واي اي بي از بارلل تو سي دي. تعال نشوف ليه اي بي بارلل سي دي. طيب هنا هنقول انت عندك دي 29 ودي زيها، هيبقى سنس ان الميجر اوف انجل بي اي اي بت ايكوال الميجر اوف انجل اي اي سي بين قوسين جيفن، يبقى زين الميجر اوف انجل بي اي سي هت ايكوال كام؟ 2 تايمز 29 which is كام؟ 58 degrees. يبقى انا جبت دي كلها كام؟ 58. طب تلاحظ ان دي كده 58 ودي 58 والاثنين دول مالهم الترنيت with respect to الاي سي، ده معناه يبقى ده بارلل ايه؟ ده. يبقى هنا سنس الميجر اوف انجل بي اي سي بت ايكوال الميجر اوف انجل اي سي دي and they are alternate angles with respect to the transversal ايه هو الترانسفيرسال اي سي، يبقى زين الاي بي ستريت لاين بارلل لمين؟ للسي دي ستريت لاين. اوكي دي الخطوات بتاعت البروف، بص عليها كده واحده واحده عشان تعرف احنا بنعملها ازاي. طب نيجي بعد كده، طيب انا عندي عايز ادي اي بي وسي دي، واضح ان انا هشتغل على الانتيريور، يبقى هنا سنس الميجر اوف انجل اي اي بي بت ايكوال الميجر اوف انجل اي اي سي ده جيفن، يبقى زين الميجر اوف انجل بي اي سي هت ايكوال 2 تايمز كام؟ ال 56 اللي هي كام؟ اللي هي 112 degrees. طيب يبقى دي كلها 100 اند ايه؟ and 12. طب 112 وال 68 يديك كام؟ يديك 180. الاثنين دول مالهم؟ الاثنين دول interior angle with respect to transversal AC. الاثنين دول في ناحيه واحده من الترانسفيرسال ده، ده معناه ايه؟ ان ده بارل لده، الاثنين دول 180. يبقى هنا since الميجر اوف انجل BAC plus الميجر اوف انجل ACD هي ايكوال 112 بلس ال 68 which is 180 degrees and they are interior angles with respect to the transversal. مين هو الترانسفيرسال هنا؟ اي سي، يبقى زين على طول الاي بي ستريت لاين از بارلل تو السي دي ستريت لاين. لازم تقول مين هو الترانسفيرسال. اوكي نيجي اللي بعد كده، تعال نشوف هنا، عايزين ادي الاي بي وادي السي دي. هنا هنقول سنس ان السي دي راي بايسكتس الانجل A C E، يبقى زين الميجر اوف انجل A C D هيكوال معانا 130 divided to which A 65 degrees. يبقى دي كده 65 degrees ودي كده 65 degrees. خد بالك بقى اللاين ده واللاين ده لو ده ترانسفيرسال تلاحظ ايه؟ تلاحظ ان الانجل دي والانجل دي كده، الانجل دي كده والانجل دي كده، الاثنين دول مالهم؟ الاثنين دول كورسبوندنج انجلز، يعني الانجل دي والانجل دي كورسبوندنج زي بعض. يبقى هنقول هنا سنس الميجر اوف انجل دي سي اي بت ايكوال الميجر اوف انجل اي بي سي بت ايكوال 65 ديجريز اند زي ار كورسبوندنج انجلز
with respect to the transversal. مين هو الترانسفيرسال في هذه الحالة؟ ال BE ray. يبقى then ال AB straight line parallel لمين؟ لل CD straight line. هنيجي نشوف مجموعة facts كده مع بعضينا. لو أنا عندي two straight lines كده الاتنين parallel والترانسفيرسال بربنديكولر على واحد فيهم، يبقى لازم يكون بربنديكولر على إيه؟ على التاني. لو أنا عندي هو the perpendicular to one of the two coplanar parallel straight lines is perpendicular to the is other. يعني الترانسفيرسال اللي perpendicular على لاين هيبقى perpendicular على ايه؟ على التاني. طيب ايه الفاكت التانية؟ الفاكت التانية لو انا عندي two straight lines الاتنين دول parallel لمين؟ للثيرد. ده معناهم ان الاتنين دول parallel. يعني لو انت عندك ال AB parallel CD والسي دي بارلل اي اف، يبقى الاي بي بارلل اي اف. يعني اي اتنين بارلل لتالت يبقى لازم يكون الاتنين دول نفسهم بارلل. طبعا الفاكتس دي بتيجي فين؟ في الكومبليت. يعني لازم تكون حافظ الستيتمنت ديت. If two straight lines are parallel to a third straight line then these two straight lines are parallel. طيب تعالى ناخد اكزامبل 4 نشوف بيقول ايه. بيقول لي عندي هنا الميجر اوف انجل اي 130 ودي 150 ودي 50 ودي 30. بيقول لي why AB لل AB parallel لل EF. طيب تعال نشوف اولا الاثنين دول ال AB وال CD. تلاحظ ايه؟ تلاحظ ان التو انجلز دول الاثنين اللي جوه الاثنين سبلمنتري، يعني الاثنين 180، يعني الاثنين دول انتيريور، يعني ده parallel ده. اوكي طب ده parallel ده، انا عايز ده parallel ده. طب تلاقي برضك دول انتيريور وسبلمنتري، يعني ده parallel ده. طب انا عندي ده بارلل ده وده بارلل ده، يبقى اكيد ده بارلل ده. تعال نشوف نكتبها ازاي. هنقول since measure of angle A plus measure of angle ACD بتيكوال معايا 130 plus الـ A الـ 50 اللي هي equal 180 degrees and they are interior angles with respect to the transversal. مين هو الترانسفيرسال؟ اي سي في هذه الحاله. تمام يبقى زين ايه؟ يبقى زين الاي بي ري بارلل لمين؟ للسي دي ري. ايه تاني؟ نفس الكلام ده هعمله هنا. هقول سينس ان الميجر اوف انجل اي بلس الميجر اوف انجل اي سي دي ايكوال 150 بلس 30 which equal to 180 degrees and they are interior angles with respect to ترانسفيرسال. الترانسفيرسال عندي هنا سي اي، يبقى زين السي دي بارلل مين؟ اي اف. اوكي نعمل دي 1 ودي اي ودي 2 فروم 1 اند 2، يبقى الاي بي ري بارلل لمين؟ للاي اف ري. نيجي للفاكت التالتة اللي بتقول if parallel straight lines divide a straight line into segments of equal lengths then they divide any other straight line into segments of equal lengths. الفاكت دي انا بعتبرها اهم فاكت في التلاتة اللي ايه اللي عندنا. يعني لو انا عندي اللاين ده parallel اللاين ده parallel اللاين ده parallel اللاين ده وجيت ترانسفيرسال ام 1 قطع لي مجموعة اللاينز ديت وخلى الديستنس دي قد دي قد دي، ده معناه ان لو في اي ترانسفيرسال تاني قطع مجموعه اللاينز دي هيبقى برضك هيبقى دي قد دي قد ايه؟ قد دي. خد بالك لازم يحصل التقسيم ده بنفس الريشيو، يعني هنا الريشيو 1 تو 1 لان ده قد ده. لو طب لو الريشيو 1 تو 2، يعني مثلا لو دي مثلا دي هاف ديت دي 2 سنتيمتر دي 4،
يبقى لما دي تتقسم لو دي 3 تبقى دي 6. اوكي مش شرط يجي لك كده، ممكن يجي مايل، ممكن يجي مايل كده، ممكن يجي مايل قوي، حسب ما يجي لك. المهم ان انت بتقيس على لاين منهم. لو الترانسفيرسال ده متقسم اجزاء متساويه، يبقى اي ترانسفيرسال يقطع مجموعه اللاينز دي هيقسمها اجزاء متساويه. لو لقيت انت ترانسفيرسال بيقسم بريشيو، يبقى اي ترانسفيرسال يقطع لك هيقطع بريشيو. طب تعالوا نشوف مع بعضينا كده اكزامبل يوضح الكلام ده. In the opposite figure مديني ال AZ parallel YD parallel XH parallel CB. اوكي مجموعة lines كلهم parallel. تلاحظ ايه؟ الترانسفيرسال AC ده قطع من اول ال AZ لحد ال CB، قطعهم كلهم. عمل ايه؟ عمل لك line segments between ال A between ال straight lines وكلهم equal. طالما عملهم كلهم equal يبقى الترانسفيرسال ده كمان المسافات دي equal. ده قد ده قد ايه؟ قد ده. مش شرط يكون قد ده، ده مايل شويه وممكن يجي لي مايل قوي. اوكي طيب دي كلها 15 سنتيمتر، يبقى الواحده من دي كام؟ هم 3، يبقى 15 ديفايدد 3 از ايه؟ از 5. يبقى دي 5 ودي 5 ودي ايه؟ ودي 5. اوكي فبيقول لي فايند اللينث اوف البي دي، من اول البي لحد هنا الدي، شوينج ذا ريزون. طبعا البي دي طبعا ده هيكون ايه؟ هيكون 10 ايه سنتيمتر. هنا احنا هنقول ان سينس ان الاي زد ستريت لاين بارلل واي دي لاين سيجمنت بارلل اكس اتش لاين سيجمنت بارلل السي بي لاين سيجمنت ايه اند اي سي لاين سيجمنت از ذا ترانسفيرسال هوير ايه بقى؟ هوير ال AY line segment equal ال YX equal ال XA ال XC. يبقى زين ايه بقى؟ زين AD equal ال DH equal ال HB equal 15 divided 3 which is a 5 centimeter. يبقى زين ال BD الاول هنا لحد هنا هيبقى 5 بلس 5 اللي هت ايكوال ايه 10 ايه سنتيمتر. نيجي اللي بعد كده. طبعا الحته دي تتحفظ، يعني السطر ده كده والسطر ده كده تحفظهم. ليه؟ لان وانا بعمل بروف للفاكت دي في اي مساله هقول كده سنس ان اللاين ده بارلل ده بارلل ده بارلل ده وده ترانسفيرسال هوير ده قد ده قد ده ولو في ريشيو يبقى ده ايكوال كذا من ده ايكوال كذا ايه فروم ده. اوكي وبعد كده اعمل زير فور كذا وكذا. طيب نيجي اللي بعد كده. نيجي انذر اكزامبل هيوضح لنا الايه الحته اللي فوق ديت. بيقول لي كومبليت اندر ايتش فيجر اوف ذا فولوينج. ادي مجموعه ستريت لاينز بارل، وادي عندي ترانسفيرسال اهو. انا خدت بالي من ايه في الترانسفيرسال ده؟ انه خلى اللاين سيجمنتس اللي هم انكلودد بتوين ذم ايكوال. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان الناحيه الثانيه هيكونوا ايه؟ هيكونوا ايكوال. خد بالك مش شرط يكونوا زي ده، يعني دي 3 ما تجيش تقول لي دي 3، لا ممكن ده يكون مايل شويه. طيب هو عايز الاي بي كلها، لما دي 3 ودي 3 يبقى الاي بي كلها كام؟ كلها 6. طب نيجي نشوفها. كذلك لاين بارلل لاين بارلل لاين بارلل لاين، وادي الترانسفيرسال. عينك تلمح ايه؟ ان اللاين سيجمنتس اللي هي انكلودد دي قد دي قد دي، يبقى دي كده خد بالك دي كده 3 دي كده 2 يبقى دي كده 2 يبقى دي كده كام؟ 2. طيب دي كده 3 سنتيمتر، دي كده 3. هنا اللاين سيجمنت دول وضعهم ايه؟ هيبقى دي قد دي قد ايه؟ قد دي. طب دي 12 12 ديفايد 3 از 4، يبقى دي كده 4 ودي كده ايه 4. يبقى البي اتش بكام؟ يبقى البي اتش ايكوال 4 سنتيمتر. طيب الاي دي واي، اي دي واي البريمتر بتاعه كام؟ هيبقى 4 بلس 3 بلس 2 اللي هي كام؟ 9 سنتيمتر. نيجي نشوف مع بعضينا بعض السلكتد اكسرسايز على الاسم 5. اول اكسرسايز عندي كومبليت. بيقول لي هنا the straight line which is perpendicular to one of two parallel straight lines is not to the other straight line in the plane. دي اول فاكت اللي هو لو عندي ترانسفيرسال او straight line perpendicular على line
واللاين ده بارلل لانذر لاين، يبقى لازم الترانسفيرسال ده يكون بيربنديكولار لللاين التاني، يبقى از بيربنديكولار. طيب if two straight lines are parallel to a third straight line then they are مالهم parallel. يعني two lines parallel ايه لتالت، يبقى هما الاثنين دول لازم يكونوا parallel. طيب if a straight line cuts two parallel straight lines اللي هو transversal then each two alternate angles are مالهم are equal. equal in measure. If a straight line cuts two parallel straight lines, then each two corresponding angles مالهم are equal in measure also. طيب اللي بعديها. If a straight line cuts two parallel straight lines, then each two interior angles in the same side of the transversal are A are supplementary. طيب if a straight line cuts two straight lines and there are two corresponding angles having the same measure يبقى two straight lines دول مالهم parallel. ده الانفرس بتاع الليسون، يعني لقيت two angles الاثنين في وضعية corresponding قد بعض يبقى لازم ال two lines اللي هم شايلينهم يكونوا parallel. طيب if a straight line cuts two straight lines مش parallel، هو مش قايل لك parallel. And there are two alternate angles having the same measure. وانت لقيت عندك two angles وهما الاثنين alternate لبعض، يبقى ايه؟ يبقى لازم يكون ال straight lines اللي شايلينهم are ايه؟ are parallel. طيب اللي بعديها. If a straight line cuts two straight lines and there are two interior angles in the same side of the transversal are supplementary، يبقى then the two straight lines are ايه؟ are also parallel. يعني الثلاث حالات بيعدهم لك تاني. طيب. If a straight line cuts several parallel lines، دي الفاكت بتاعت ان لما يكون عندي transversal بيقطع اكتر من parallel straight lines and the intercepted parts يعني الاجزاء اللي في النص of this transversal between these parallel straight lines are equal in length then the intercepted parts for any transversal هتكون ايه؟ are also equal in length. ودي طبعا ليها ايه؟ شغل كتير في المسائل. Exercise 2 بيقول لي in each of the following figures اللاين L parallel لللاين M، بيقول لي find the measure of the angles marked by question mark. طيب انا عندي دي، هل ليها علاقه بدي؟ لا ما لهاش علاقه، لكن دي ليها علاقه بمين؟ ليها علاقه بدي. طب ما نجيب دي الاول، دي لما تكون 70 ودي كلها straight يبقى دي كام؟ يبقى دي 100 and ايه؟ and 10 degrees. طيب وسنس ان الانجل دي والانجل دي الاثنين corresponding يبقى الانجل دي هتيكوال كام؟ هتيكوال 100 and ايه؟ and 10 also. طيب نيجي الانجل دي والانجل دي. طيب الانجل دي والانجل دي الاثنين في او اي. يعني دي كده 63. طب والانجل دي والانجل دي مالهم؟ الاثنين دول كورسبوندنج. يبقى دي برضك ايه؟ 63 degrees. طب نيجي نشوف الانجل دي والانجل دي. الانجل دي دي السبلمنتري بتاعت دي. دي 64 يبقى دي 116. تمام؟ طيب لما تكون دي 116 ودي كورسبوندنج ليها يبقى دي برضك كام؟ 116 degrees. Exercise 3. In each of the following بيقول لي برضك find the measure of the angle marked by a question mark. هنا ابتدي انقل مين الانجل المعلومه دي واشوف هقدر اجيب دي منها ودي منها ولا لا. طب انا عندي هنا كام parallel lines؟ عندي ده parallel ده وده parallel ده. لما يكون ده parallel ده وده transversal يبقى الاثنين دول مالهم؟ الاثنين دول انتيريور، يعني دي ودي كده الاثنين المفروض 100 ايه؟ 180 degrees. يبقى 180 minus 120 يديني دي اللي هي الايه؟ ال 60 degrees. طب تعالى بقى بص لده وده، الاثنين دول بارلل وده ترانسفيرسال، تلاقي وضعيه الانجل دي مع وضعيه الانجل دي الاثنين مالهم؟ الاثنين الترنيت، يبقى دي كام؟ يبقى دي 60 ايه؟ degrees. طيب نيجي نشوف هنا. ده عندي بارلل مع مين؟ مع ده. وده عندي بارلل مع مين؟ مع ده. طب ده لما يكون بارلل مع ده يبقى اقدر انقل دي من هنا لايه؟ لهنا. ليه؟ لان الاثنين دول الترنيت، يبقى دي كده 50 ايه؟ 51 ديجريز. ولما يكون ده بارلل مع ده يبقى دي ودي برضك الاثنين مالهم؟ برضك الترنيت انجلز، يبقى دي 51 ايه؟ ديجريز. طيب اللي بعد كده. Exercise 4
بيقول لي using data shown in the figure complete. هو عايز هنا دي واي، عايز دي كام. طيب نلاحظ ان هنا لاين بارل لاين وبارل للاين، ترانسفيرسال ده قسمهم لي لايكوال بارتس، يبقى هنا ده لازم يكون ده قد مين؟ قد ده. ده لما يكون 2 سنتيمتر يبقى ده كمان ايه؟ 2 سنتيمتر. طب نيجي هنا نفس الكلام هنا بالظبط، لاحظ ايه؟ تلاحظ ان الترانسفيرسال ده متقسم اجزاء متساويه، يبقى لازم دول يكونوا اجزاء متساويه. 1 2 3 12 اقسمهم على 3 يبقى 12 ديفايد 3 از ايه؟ از 4، يبقى دي هنا 4 سنتيمتر. هو عايز اي سي، عايز من اول الاي لحد السي، يبقى 4 بلس 4 از ايه؟ از 8 سنتيمتر. نيجي هنا الاي سي، تلاحظ هنا ده قد ده قد ده، يبقى لازم يكون ده قد ده قد ده، يبقى ده 5 وده 5 وده ايه؟ وده 5، يبقى الاي سي كلها كام؟ 15 ايه؟ سنتيمتر. اللي بعد كده بيقول لي بروف ذات ان الاي بي ستريت لاين بارلل لمين؟ للسي دي ستريت لاين. تعال نشوف مع بعضينا هل في وضعيات للانجلز الترنيت كورسبوندنج انتيريور موجوده. طيب لما يكون دي 122 يبقى دي كده في او اي معاها، يبقى دي 122. تلاحظ ان دي ودي الاثنين دول الصم بتاعهم كام؟ 108، والاثنين دول انتيريور، يبقى سنس ان الاثنين دول بلس بتاعهم 180، يبقى اللاين ده ايكوال اللاين ده عشان الاثنين دول في وضعيه الانتيريور. طب نيجي هنا دي عندي 80، يبقى اختها دي اللي بتسبلمنتها ايكوال كام؟ ايكوال 100. طيب دي 100 ودي 100 والاثنين كورسبوندنج، يبقى واضح يبقى لازم يكون ده بارلل ده. دي 132 دي في او اي معاها هيبقى 132. طب دي ودي الاثنين كورسبوندنج، طيب وضعيه الكورسبوندنج يبقى كده اللاين ده بارلل لمين؟ لللاين ده. اكسرسايز 7 بيقول لي تشوز ذا كوركت انسر فروم زوز جيفن. بيقول لي هنا عندي البي بتبلونجز تو الاي سي اري، والبي اي بارلل سي دي، والميجر دي 130، عايز الميجر اوف انجل سي، عايزين سي بتيكوال ايه. طيب انت عندك دي 130، دي بتسبلمنت 130، يعني دي كام؟ دي 50 عشان دي ودي 180. طيب دي كده ودي كده الاثنين دول وضعيه ايه؟ الالترنيت. دي ودي ايكوال لان هما الاثنين الترنيت بالنسبه للترانسفيرسال بي سي، وانا عندي البي اي بارل لمين؟ دي سي، وبالتالي دي هتكون ايه؟ 50 ديجريز. طيب اللي بعديها عندك البي اي بي بايسكت الانجل دي، ودي 32 يبقى دي كام؟ 32، يبقى الاثنين على بعض كام؟ 64. طيب احنا عايز الميجر اوف انجل سي، الميجر اوف انجل سي ده بارل ده، يبقى دي ودي الترنيت، يعني الاثنين ايكوال الميجر، يبقى الميجر اوف انجل سي ايكوال كام؟ 64. اللي بعديها عايز الميجر اوف انجل سي، عايز دي كده. طب انت عندك دي 90 ودي 130، يبقى الاثنين كام؟ يبقى 130 بلس 90 0 2 يبقى 220. طب دي كلها ريفلكس، يبقى يعني كلها 360، يبقى 360 ماينس 220 هي ايكوال كام؟ 140، يبقى دي كده 140. وده عندي بارلل ده، والاثنين دول انتيريور، يعني دي ودي الاثنين الصم بتاعهم 180، يبقى دي عندي هتيكوال كام؟ هتيكوال 180 ماينس 140 اللي هي ايه؟ 40 ديجريز. طب اللي بعد كده عايز الميجر اوف انجل بي، عايزين بي. طب خد بالك انت عندك ده بارلل ده، يبقى دي ودي الاثنين دول مالهم؟ الاثنين دول سبلمنتري، يبقى دي هتيكوال كام؟ هتيكوال 180 ماينس 128، يبقى عندي هنا كده ده كده 7، يبقى عندي 10 ماينس 8 از 2 يبقى 52، يبقى دي هنا البي زي دي نفس السيمبل، يبقى دي 52. طب نيجي اللي بعد كده في الاوبزيت فيجر، عايز الميجر اوف انجل اي سي اي، اي سي اي عايز دي كلها. طيب اولا بيقول لي اي بي بارلل سي دي، والاي بي بارلل اي اف، يعني ده بارلل ده بارلل مين؟ بارلل ده. طيب دي لما تكون 60 دي انتيريور معاها، يبقى دي 120. طيب دي لما تكون 35 يبقى دي كام؟ 100 اند 45. طيب دي 145 120، الاثنين البلس بتاعهم كام؟ يبقى 265. طب دي ايه؟ دي بقيه الريفلكس، يبقى نعمل 360 ماينس 265، يبقى عندي هنا 5، عندي هنا 5، يبقى 15 ماينس 6 ايكوال 9، يبقى دي كمان، يبقى دي ايه؟ يبقى دي 95 ديجريز اللي هي التشويس ده. طيب البروبلم اللي بعد كده في الاوبوزيت فيجر، عايز الميجر اي بي اف، عايز اي بي اف عايز دي،
ناخد دي وننقلها. عندي ده بارلل ده، يبقى دي ودي الترنيت، يبقى دي كمان ايه؟ يبقى دي ايه 45. طب وده بارلل ده، ودي ودي ايه كورسبوندنج، يبقى دي ايه 45. طب اللي بعد كده ده بايسكت، وعندي ده بارلل ده، يبقى دي لما تكون 25 يبقى ايه؟ خد بالك بقى دي 25، يبقى دي كده 25 بالكورسبوندنج، ودي برده كمان ايه 25. هو عايز مين؟ عايز جي سي اي، عايز جي سي اي، عايز دي. طب انا جبت الاثنين دول ب 50، ودي ودي في او اي، يبقى دي كمان ايه 50 ديجريز. اكسرسايز 8 بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر، بيقول ان الستريت لاينز دول بارلل، والاثنين دول بيعملوا انترسبشن لايكوال ايه لاين سيجمنتس، يبقى واضح ان دي هتبقى قد دي، هتبقى قد دي. طب دي كلها 6، يبقى دي كده 3 ودي كده ايه 3، واكيد دي كمان ايه 3. هو عايز انا ايه؟ عايز اللينس اوف واي اف، عايز من اول الواي لحد الاف، يبقى 3 بلس 3 از ايه 6. طب اللي بعديها في الاوبوزيت فيجر عايز اي سي دي، عايز اي سي دي محتاج الانجل دي تيكوال كام. طب نشوف مع بعضينا الايه الانفورميشن اللي عندي. انا عندي ده بارلل ده، دي 120، دي كده بتسبلمنت ال 120، يبقى دي كمان يبقى كده ايه دي 60. طيب وعندي ده بارلل ده، يبقى دي كلها ودي كلها ايه الترنيت، يبقى دي كلها كام 85. طيب دي كلها 85 ودي لوحدها 60، يبقى دي كام 85 ماينس 60 اللي هي تبقى 28 25 ديجريز. اللي بعد كده نمبر 10 عايز الميجر اوف انجل ايه، عايز دي. طيب انا عندي دي 110 وده بارلل ايه بارلل ده، يبقى دي كمان ايه، يبقى دي ايه دي تبقى 70. ليه؟ عشان دي ودي الاثنين لازم يكونوا 180، الاثنين دول انتيريور انجلز للترانسفيرسال سي بي. طيب المفروض ده كله بيسبلمنت مين؟ بيسبلمنت ده، يعني دي كلها 110 نقسمها 2 يبقى 55 و50 ايه و55. طيب انا عايز بقى مين؟ انا عايز دي، المفروض دي ودي كده الاثنين ايه الاثنين كورسبوندنج، يبقى دي ايه؟ يبقى دي 55 degrees. اللي بعديها in the opposite figure what is the value of x، طبعا سهلة جدا ده بارلل ده، يبقى انا عندي هنا يبقى 2x equal كام؟ equal 80 degrees، يبقى ال x واحدة هت equal كام؟ هت equal ال 80 divided 2 which is 40 degrees. طيب هنا في ال opposite figure عايز x equal كام؟ طيب انا عندي دي 3x وده بارلل ده، يبقى دي ودي مالهم؟ الاثنين دول الترنيت، يبقى دي كمان ايه 3x. طب وعندي ده بارلل ده وده ترانسفيرسال، يبقى الاثنين دول مالهم؟ الاثنين دول انتيريور، الصم بتاعهم 180، يبقى 3x بلس الx ايكوال 180، يبقى ال 4x ايكوال 180، يبقى الx ايكوال 180 ديفايدد ال 4 which is الايه 45 degrees. طيب نيجي هنا نلاحظ بعنينا مجموعة lines parallel و in between ال intercepted line segments كلهم ايه equal، يبقى لازم ده يكون قد ده قد ده. طب دول كلهم 18 divided 3 is 6، يبقى 6 و 6 و ايه و 6. واللي find length of AY عايز مين؟ ال AY، يبقى ال AY هنا هي equal كام؟ equal ال AY هي equal 12 سنتيمتر. نيجي problem 9 بيقول لي in the opposite figure مديني هنا ده بارلل ده بارلل ده. خد بالك بقى في المساله دي، والمساله دي انا بعتبرها مهمه. ليه؟ المره دي ما قالكش ده ايكوال ده، المره دي بيقول لك الاي بي ايكوال 4 والبي سي ايكوال كام؟ ايكوال 8. يبقى الريشيو ما بينهم كام؟ 1 تو 2. هو بيقول لك هنا فايند اللينث اوف الاي اف، عايز الاي اف دي لما يكون دي قد دي مرتين، يبقى لازم دي قد دي مرتين، يبقى دي 5 يبقى دي كام؟ 10. تعال نشوف نكتبها ازاي. اقول سنس ال A D parallel ال B E parallel ال C F and ال A C is a transversal، ال A C straight line is a transversal where where ايه بقى؟ where انا عندي ال B C twice ال A B، where ال B C equal twice ال AB، يبقى then ال EF twice ال ED، يبقى ال EF equal twice ال ED which is 2
2 times ال 5 which equal to 10 a سنتيمتر. اوكي المساله دي يا جماعه مهمه لان الفكره دي فكره حلوه. طيب تعال نشوف اللي بعد كده. In the opposite figure بيقول لي determine AEC. AEC محتاج الانجل دي. وبيقول لي ان الاي بي بارلل سي دي والاي اف بارلل ايه؟ سي دي. طيب نجيبهم مع بعض يعني نشوف الاي اف الاي بي خد بالك انا عندي الاي بي بارلل سي دي والسي دي بارلل اي اف يبقى معنى كده ان الاي اف بارلل اي بي. نمسكها من تحت الاول. سينس ان الاي اف بارلل السي دي اند السي اي is the transversal يبقى زين زين ايه زين الميجر اوف انجل سي بلس الميجر اوف انجل سي اي اف ايكوال 180 يبقى زين الميجر اوف انجل سي اي اف هيكوال معايا ال 180 ماينس ايه 117 ليه عشان الاثنين سبلمنتري يبقى هيديني كام هيديني 63 ايه degrees. يبقى انا عرفت كده ان دي ايه 63. طيب ينفع اقول اي بي بارلل اف اي مش بدهاني يبقى لازم اثبتها هقول سينس ان الاي بي بارلل سي دي اند السي دي بارلل اي اف يبقى زين الاي بي بارلل مين الاي اف. طيب نكتب بقى نفس الكلام ده تاني يبقى سينس ان الاي بي بارلل اي اف اند الاي اي از ترانسفيرسال يبقى زين الميجر اوف انجل اي اي اف هيكوال كام هيكوال ال 42 ديجريز يعني دي ايكوال دي ايه الترنيت يبقى زين على طول بقى اللي هو طالبها الميجر اوف انجل اي اي سي هيكوال معايا ال 63 بلس ال 42 which is a 105 a degrees. البروبلم اللي بعد كده بيقول لي in the opposite figure عايز الميجر اوف انجل سي عايزين نجيب دي ومديني ال A E بارلل ال B C ومديني ال B A بارلل C D ده بارلل ده وده بارلل ده. طيب نتنقل بدي وبيقول لي ال A F by 6 يبقى انا عندي اول حاجه سنس ان ال A F by 6 الانجل B A E يبقى زين الميجر اوف انجل F A B هت ايكوال معايا كام 50 ايه 56 ديجري يبقى دي كده 56 ايه ديجري. طيب انا عندي ده بارلل ده يبقى المفروض دي كلها الترنيت مع مين مع ده يبقى سنس ان الاي اي بارلل بي سي اند الاي بي از ترانسفيرسال يبقى زين الميجر اوف انجل اي اي بي هتيكوال معايا الميجر اوف انجل اي بي سي اللي هتيكوال 56 تايمز 2 اللي هي 112 ديجريز وبتوين براكتس نكتب السبب اللي هم الترنيت انجلز. اوكي يبقى انا جبت كده دي كام دي كده 112 ديجريز. طيب انت عندك دي ودي الاثنين سبلمنتري يعني دي 180 ماينس 112 نكتبها ازاي؟ هنقول سينس ان الاي بي بارلل السي دي اند البي سي از ترانسفيرسال يبقى زين الميجر اوف انجل اي بي سي بلس الميجر اوف انجل بي سي دي بتيكوال 180 ديجريز يبقى زين الميجر اوف انجل بي سي دي هتيكوال معايا 180 ديجريز ماينس 112 which is 68 a
degrees. Exercise 17 بيقول لي find the value of x in each figure. اول واحده دي عندي 120 والاكس اهي. طيب ده parallel ده، يبقى دي 120 ودي كده ايه 120، الاثنين دول corresponding. طيب ده parallel ده، يبقى دي ودي الاثنين مالهم؟ الاثنين interior، يبقى دي 120 يبقى دي هنا كام؟ 60، عشان يبقوا الاثنين دول 180. طيب دي ودي في وايه؟ يبقى هنا الاكس ايكوال كام؟ ايكوال 60 degrees. طب نيجي نشوف هنا. طيب انت عندك ده parallel لمين؟ لده، وده كده transversal اهو. يبقى المفروض دي 120 يبقى دي كده كام؟ دي كده 120، الاثنين alternate. طيب دي كلها straight، يبقى المفروض دي كلها 180. طب 120 و40 يبقى 160، يبقى الاكس ايكوال كام؟ يبقى الاكس هتيكوال معايا 180 minus 160 which is 20 degrees. طب نيجي نشوف دي. انا عندي هنا دي 80 ودي ودي parallel، يبقى دي كمان ايه؟ يبقى دي 100، دي 100 عشان يبقى الاثنين دول ايه؟ سبلمنتري. طيب ده parallel ده وده transversal، يبقى دي ودي alternate، يبقى دي كده 100. طيب ده وده ده parallel ده، يبقى دي supplementary، يبقى الاثنين دول 180، يبقى دي 100، يبقى دي كمان ايه؟ يبقى دي كده 80 degrees. طب اللي بعديها، دايما في المساله دي والمساله دي لازم اعمل construction. هو عايز هنا الاكس، الكونستراكشن عباره عن ايه؟ هنعمل اللاين ده، هناخد اللاين ده كده، هنعمل اللاين ده، اللاين ده هنعمله parallel لمين؟ لده، وده parallel لده، يعني ده برضك parallel ايه؟ ده. طيب لما تكون دي 25 ودي يبقى دي ايه؟ alternate ليها، يبقى دي 25. ولما تكون دي 20 ودي alternate ليها، يبقى دي كمان ايه؟ 20. يبقى الاكس عندي هتيكوال كام؟ هتيكوال 25 بلس 20 which is 45 ايه؟ degrees. كذلك هنا بنعمل نفس الكونستراكشن، نعمله هنا كذا، يبقى ده كده parallel ده parallel ده، يبقى دي 105، يبقى دي كام؟ دي supplementary لدي، يبقى دي 75. طب ودي هتبقى كام؟ دي تبقى 65، لان الاثنين دول 110، يبقى الاكس عندي هتيكوال كام؟ 75 بلس 65 which is 148 degrees. طيب نيجي هنا، انا هنا برضك نفس الكلام، هعمل الكونستراكشن اهو. طيب انا عندي دي ودي، الاثنين دول مالهم؟ دي كده كورسبوندنج مع دي، يبقى دي 35، ودي كده كورسبوندنج مع دي، يبقى دي هنا كام؟ 65. يبقى الاكس عندي هتيكوال معايا 35 بلس 65 which is 100 degrees. طيب نيجي لبروبلم 21 في الاوبوزيت فيجر، دي 100 دي 40. بيقول لي بقى از اي دي، هل الاي دي ده بارلل سي اي؟ هل ده بارلل ده؟ اند واي؟ طالما عايز اثبت ان ده بارلل ده، لازم اجيب انجلز في وضعيه الالترنيت او الانتيريور او ايا ايه او الحاجات اللي احنا درسناها. هو بيقول لي الاي دي اولا بايسكتس، الاي دي بايسكتس بي اي سي، يعني دي كده قد دي. طب انا عارف دي 100، يبقى دي يبقى الاثنين دول 80 لان هما بيسبلمنتوا ال 100، ودي قد دي يبقى دي 40 ودي ايه؟ ودي 40. طيب بص بقى، ال 40 دي وال 40 دي الاثنين وضعهم ايه؟ الترنيت وذ ريسبكت للترانسفيرسال ده، يبقى لازم يكون الاي دي بارلل مين؟ السي اي. يبقى هنكتب كده، هنقول سينس، نبدأ طبعا بالستريت ديت، ان الميجر اوف انجل اي اي بي ايكوال 180. ليه؟ دي ستريت، ستريت انجل. طيب ازن الميجر اوف انجل بي اي سي هت ايكوال 180 ماينس 100 which is a 80 degrees، يبقى دي كلها 80 degrees. طيب سنس بقى ان ال AD bisects الانجل اللي هي BAC، يبقى then الميجر اوف انجل CAD هي ايكوال كام؟ 80 divided to which is ال A ال 40 degrees. طيب انا ثبتت كده ان ايه؟ ان دي 40. طيب هنقول بقى since ان الميجر اوف انجل CAD بت ايكوال الميجر اوف انجل اي سي اي ايكوال 40 اند زي ار الترنيت انجلز ويز ريسبكت تو
the transversal اللي هو مين الترانسفيرسال عندي اللي هو ال AC يبقى زين على طول ال AD parallel مين ال CE. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 5. زي ما انتم شايفين الليسون سهل مش صعب، حاول تحل عليه كتير لانك لما هتحل كتير عينيك هتبتدي تلاحظ الوضعيات بتاعت الالترنيت والكروسبوندنج والانتيريور، هتبقى الدنيا سهله معاك قوي. وبالتوفيق ان شاء الله.